المركز الأول للمرة الثالثة على التوالي فريق زيرو وان إي سبورت. ورجعنا لكم من جديد، حياكم الله جميعا أينما كنتم. بعد ما شفنا المرة الأخيرة النصف النهائي اللي كان حماسي لأبعد درجة، شفنا مباراة كانت بين نوبلز ضد تويستد مايندز. صراحة كانت مباراة مرة حماسية. في البداية تويستد مايندز كانوا متقدمين على نوبلز بنتيجة 2-0 لصالح تويستد مايندز، لكن زي ما عودونا نوبلز بالعادة دائما ما يفقدون الأمل بكل سهولة. بعدها قدروا يفوزون بالجيم الأول والجيم الثاني، لكن بعدها تويستد مايندز قدروا يتغلبون على نوبلز. نقدر نقول مبروك تويستد وهارد لك نوبلز إي سبورت. لكن اليوم بتكون بعد شوي مباراة مرة حماسية تتكلم عن النهائي الكبير. بنشوف مين الشخص اللي بيشيل الكاس اللي أمامنا ومين اللي بياخذ الذهب. فصراحة كلنا متحمسين لهذا الشيء. بتكون مباراة جدا صعبة، بنكون كلنا متوترين حنا كجمهور، وبرضو اللاعبين بيكونون مرة متوترين لأبعد درجة. فبنشوف مين اللي بيكون لقب دوري بطولة الدوري السعودي للعبة أوفرواتش. خلونا نبدأ، كلنا متحمسين لبداية النهائي الكبير، واليوم بيكون هو النهائي والختامية بتكون لهذا اليوم. فخلونا بالبداية نرحب معنا اللاعب الأول من فريق زيرو ون، اللاعب يوبي. ورحبوا معنا اللاعب الثاني من فريق تويستد مايندز، اللاعب فيستولا. ورحبوا معنا اللاعب اللي من فريق زيرو ون، اللاعب كوارت. والآن رحبوا معنا اللاعب اللي من فريق تويستد مايندز، اللاعب نوتيلا. واللاعب اللي بعده بيكون من فريق زيرو ون، واللاعب هو ماجد. واللاعب اللي بعده اللي بيكون من فريق تويستد مايندز هو اللاعب فاكتور. ورحبوا برضو باللاعب اللي بعده اللي من فريق زيرو ون، اللاعب هو أدميرال. ورحبوا معنا باللاعب اللي بعده اللي من فريق تويستد مايندز، اللاعب هو تشيك ميت. واللاعب الأخير اللي من فريق زيرو ون، رحبوا فيه اللاعب هادي. واللاعب الأخير اللي من فريق تويستد مايندز، رحبوا فيه اللاعب هو لبدح. والآن زي ما قلنا هذول هم جميع اللاعبين من فريق تويستد مايند وفريق زيرو ون. بنشوف مين اللي بياخذ الكاس ومين اللي بياخذ الذهب ومين اللي بياخذ لقب بطل الدوري السعودي الإلكتروني في لعبة أوفر واتش 2. صراحة نتمنى لهم التوفيق جميعا،
وبنتوجه الآن إلى الاستديو التحليلي بحيث أن ناخذ ونعطي مع الاستديو التحليلي ونشوف وضع اللاعبين اللي من بين 01 وتويستز مايند. أعطونا توقعاتكم جميعا وخلنا نتوجه للنهائي الكبير. هل فيها من 01؟ هل راح يختمون يختمون هنا البطولة؟ الحين موجودين معنا، هذه يقدر يجيب البيك وفولو فيها من كوار وثالث. هذا هو خلاص. هذا هو فريق 01 قدر يحسم لنا المباراة، قدر ياخذون فيها البوينت. نسبة البوينت 5%، صارت صعبة على التتش، صعبة انهم يفوزون فيها. كلهم بعيدين. فريق 01 يبغى ياخذ اللقب مرة ثانية، فريق 01 يبغى يتوج مرة ثانية. صحيح وصلت معنا الحين وخلاص حسموها لنا، خلاص بالسلة برا المك. حاليا الفايت رايح بشكل كبير لفريق 01، التتش محاولات مستميتة من فريق تويستد مايند. الريز نزل تشيك ميت، لكن خلاص فريق 01 هم ابطال النسخه الاولى او الثانيه عفوا في سنه 2022. فريق 01 توج حاليا باللقب. يعطيك الف الف مبروك ل 01 تحقيقهم اللقب للنسخه الثانيه في الدوري السعودي الالكتروني للعبه اوفر واتش للمره الثانيه. اخذوا النسخه الاولى، اختتموا لنا اوفر واتش 1 باخذهم للقب، وبدونا برضو في اوفر واتش 2 اخذوا اللقب مره ثانيه بعد المستوى الاسطوري اللي قدموا لنا اياه. لعب مثالي جالسين نشوفه منهم. فريق 01 لا يهتم، فريق 01 لا يقهر حرفيا. جالسين نشوف منهم مستوى عالمي، قدموه اداء اسطوري. جالسين نشوف منهم ابطال يستحقون اللقب، ابطال جونا هنا يبغون ياخذون القاب زياده لهم. عالم عالم مختلف جالسين يقدمونه لنا. بيقلب مناديل وحزن. خلينا نروح الرائع والعظيم وجيه في الام سي، استمتعوا معاه في الستيج وانا راكم في البطولات القادمه باذن الواحد الاحد. كان معاكم اخوكم عبد الله. اوكي سيلورد، في امان الله، السلام عليكم. ورجعنا لكم من جديد، حياكم الله جميعا. بعد ما شفنا المباراة النهائية والمباراة المنتظرة من أيام وأسابيع، صراحة احنا جدا استمتعنا في هذه الأيام سواء كان في النهائي أو في الأيام اللي قبلها. صراحة كانت مباريات أبدا ما في أي شخص توقع أنها بتكون بهذا المستوى بهذا الأداء العالي، لكن إلى الآن ما انتهينا، وإلى الآن ما زال عندنا في لحظات بنستمتع فيها. بعد شوي بنوزع الجوائز وبنستمتع مع اللاعبين والفرق جميعها الآن في ستيج. لكن قبل كل شيء خلونا نتعرف مين هو اللاعب اللي أخذ لقب أفضل لاعب في بطولة أوفر واتش. فأعطونا توقعاتكم قبل كل شيء، لكن اللاعب بيكون من فريق 01. ورحبوا معنا اللاعب سير ماجد. يا هلا وسهلا، حياك الله اخوي ماجد، نورتنا وشرفتنا في هذا الستيج. لكن انا صراحه حاب ابارك لك من هذا المنبر على حصولك لافضل لاعب في لعبه اوفر واتش 2. لكن انا بسالك سؤال بسيط، ايش شعورك لما اخذت افضل لاعب امام جميع اللاعبين اللي يعني على مستوى وعلى اغلب الفرق، يعني رغم انه ما هي فرق سهله، فعطنا شعورك بعد ما اخذت افضل لاعب في هذه البطوله. الحمد لله، والله يعني شعور رهيب، بس كانت متوقعه من قبل، ضامن اني باخذها ان شاء الله، فالحمد لله سويناها. طيب انا بسالك، ما شاء الله انت فعلا كنت متحمس في هذا الشيء وقد قالي عن هذا الشيء، لكن ممكن الناس يقول هل هذا يعني كسؤال غرور او ما شاء الله من قوه ما انك واثق من نفسك؟ لا يعني اتوقع انها ثقه في النفس والاداء يعني من قبل، الحمد لله. يعني صراحه كان يستاهل هذا الشيء، لكن قبل لا نفقده من الستيج خلونا نساله سؤال اخير. نبي كلمة للجمهور، سواء للجمهور زي ما قلت أو للاعبين أو للأهل أو أي شخص جالس يتفرج عليك الآن. أول شيء حاب أشكر الأهل على دعمهم لي والاتحاد السعودي وفريقي والتيميتس اللي معي، الحمد لله شكرا دعمكم لي. يا عيني، تحية قوية للاعب سير ماجد، الله يعطيك العافية، شكرا لك، شرفت ونورتنا، الله يعطيك العافية. سير ماجد صراحة كان يستاهل الجائزة يعني زي ما قلنا، وكان أداء جدا عالي، وللأمانة تكلم عن هذا الشيء وكان متحمس، كان يقول أنا بيكون أفضل لاعب في هذه البطولة. صراحة ألف مبروك، يستاهل الجائزة. لكن ما زلنا مستمرين وما زلنا ما انتهينا من الجوائز، عندنا الآن جميع المراكز الثلاث، المركز الثالث والثاني والأول. لكن خلونا نتعرف مين هو المركز الثالث.
المركز الثالث فريق كان ماسك المركز الأخير في بداية التصفيات، لكن أثبت نفسه وشد على نفسه وقاتل وعارك لما وصل التصفيات، وبعدها وصل للنصف النهائي ووصل للمركز الثالث. فخلونا نتعرف على هذا الفريق. رحبوا معنا في فريق نوبلز إي سبورتس. زي ما شفتوا هذا هو الفريق الثالث، لكن نبي نتعرف على الفريق اللي حصل على المركز الثاني. كانت محاولاته جدا عديدة وأثبت نفسه من بداية الموسم، وهو حريص أنه يمسك المركز الأول وحاول أنه يجيب المركز الأول، لكن بداية البطولة وهو في المركز الثاني صراحة أداؤهم كان جدا عالي. فخلونا نرحب في الفريق اللي حصل على المركز الثاني، Twisted Mind Esports. خلونا نتعرف على اللي حصل على المركز الأول، رغم أن الأغلب يعرف أن من بداية البطولة ما خسر بأي مباراة وبأي جولة في هذه البطولة. خلونا نتعرف على الفريق اللي حصل على المركز الأول. رحبوا معنا تيم 01 إي سبورتس. مرة ثانية 01 إي سبورتس. إلى هنا صراحة كانت مباريات مليئة بالحماس، كانت لحظات ممتعة وذكريات برضو لا تنسى، سواء كانت عند 01 سبورتس أو غيرهم من الفرق. صراحة كان أداء جدا خيالي، وصلنا إلى لحظات زي ما قلنا ما راح تنسى. صراحة جميع الفرق سواء اللي تأهلوا معنا أو ما تأهلوا كان أداءهم يشكر عليه. صراحة أتمنى أن بالأيام الجاية تتكرر مثل هذه السيناريوهات. ما شاء الله 01 نبارك لهم للمرة الثانية والثالثة والرابعة على حصولهم للمركز الأول، وهارد لك للفرق الباقية على حصول المركز الثاني والثالث. كان أداؤهم جدا رائع، نتمنى لهم التوفيق في الأيام الجاية. لكن لا تنسون أن عندنا الأسبوع القادم بيكون عندنا لعبة Call of Duty. لا تنسون أنكم تتابعون في جميع برامج التواصل الاجتماعي الدوري السعودي الإلكتروني، بحيث أنكم ما تفوتون على أنفسكم أي فرصة وأي بطولة كانت. فخلوكم دائما جنبنا، يعطيكم العافية جميعا على حضوركم سواء كان اللي في ستيج أو خلف الشاشات. شكرا لكم جميعا، ونشوفكم إن شاء الله على خير وفي أمان الله.